نعم نعم يسأل يقول إذا سجدت وكانت غترتي أو طاقيتي أو عمامتي بين جبهتي وبين محل السجود فهل السجود صحيح؟ السجود صحيح، ولكن لا شك أن الأفضل أن تباشر الجبهة الأرض، الأفضل أن تباشر الجبهة الأرض. فإذا كان هناك حائل كغترة أو طاقية أو عمامة أو غير ذلك السجود صحيح، السجود صحيح إن شاء الله تعالى. نعم.